إنها الثامنة صباحاً وسكان سيدي بوزيد في تونس يتجمعون أمام مكتب المدينة ليتسجلوا على اللوائح الانتخابية، ففي 23 من أكتوبر المقبل سينتخبون الجمعية الدستورية المولجة صياغة دستور جديد للبلاد، وهي الانتخابات الحرة الأولى في تاريخهم. إحساس يختلف على قبل بطبيعة الحال، وهذا إحساس كل على ما أظن وعلى ما أعتقد إحساس كل مواطن تونسي يتمنى معناها البلاد والخير، ويحب يشوف بلاده في تقدم وفي خطوه صحيحه نقولوا نحن. انا واحد من الناس ما نعرفش، هاني جاي باش نهز باللي كانوا باش ما نعرفش حتى حزب، حتى اسميهم كثرت علي. 3% فقط من 8 ملايين ناخب على الصعيد الوطني تم تسجيلهم حتى الساعة، وسيدي بوزيد نقطة انطلاق الثورة الأخيرة ليست استثناء على هذه القاعدة، ولكن على بعد أسبوعين من الموعد المحدد يتوافد المئات يوميا إلى المكتب ليتسجلوا على رغم تعطل أجهزة الكمبيوتر والحر الشديد، فيما يبقى البعض مصابا بخيبة أمل من الثورة وخائفا من تكرار تجارب التزوير في الانتخابات. ما عنديش حتى تماسيس، بالرغم اني نعرف ثم اما مازال ما ثمش حتى واحد باش نعطي الصوت نتاعي باش يشجعني، شجعني باش نعطي صوتي، هذاك علاش قاعد متردد. كثيرون لن يشاركوا في الانتخابات وخصوصا من الشباب، فمنطقة سيدي بوزيد التي أهملتها السلطة المركزية طويلا تعد 14 ألف خريج عاطل عن العمل، وحتى بعد الثورة لا ثقة حقيقية بسياسيي تونس.